وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة. وكان في وداع سموه بالمطار نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالمملكة. وقد رافق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى يضم عددا من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.